الله الله يا أمي، أهلا يا يا أمي. سلام على الريحة. شو عاملين لنا اليوم؟ عاملين لكم كبسة بلحمة الخروف. يا عيني عليكي. وهي الجالسة أسوحها هيك، بسوح اللحمة يا أمي. هسه بدي أخذ بهارات صحيحة، اكتب لهم إياها يا أنس. بنضيف البصل والثوم عليهم، وهي بهارات الكبسة يا أمي. وحركهم. شو هالروائح يا أنس؟ إشي بجنن عن جد، والله رهيبة يا أمي. الله يسلمك يا حبيبي. بضيف البندورة المقطعة الناعمة عليهم، وبنضيف الجزر. كيف ما أحلى ريحتها؟ الجزر. ومعلقة رب البندورة. والله ريحتها بجد. والله يسلم إيديك. إيديك يا حبيبي وإيديك، صحتين وعافية عليكي. وبنضيف المي. الكبسة ما بتزبط يا أمي إلا بصلصة الدقوس، اكتبي لهم المكونات يا أنس. جهزنا صلصة الدقوس. وبعد ما استوت اللحمة بضيف الملح. فرجيهم يا أمي كيف اللحمة دايبة ومستوية. الله يا أمي الله. وهسا بنضيف الرز المنقوع وبنغطيها ونتركها على نار عالية، وبس تتشرب بنوطي عليها. هاي الكبسة جهزت، وبنزينها باللوز والزبيب، وصحتين وعافية يا أمي. الله، إشي فاخر من آخر يا كيف أمي. كيف الريحة أنس؟ بتشحي. شوفوا يا جماعة، شوفوا.